كما كتشوفوا معنا حاولي تبارك الله شحال داير هذا كاسر اخو ها كاسر شنو هو كاسر زعما اثنين تبارك الله شحال الثمن ديالو الثمن ديالو كنطلبوا فيه اخويا 68 الف الناس عطاونا 56 ها رخيص تبارك الله 68 كاين تبارك الله يا السوق ناقص السوق طايح تماما كما قال لكم هذا السيد كما كتشوفوا تبارك الله الحواله تبارك الله انسكان اذا حاليا كنتواجدوا في انسكان خير موجود والمليح كاين تبارك الله شحال دايرين هادو 85 اذا اثمنا راه باينه 85 باش نكون واضح 85 حاجه مليحه اذا سوق انسكان هو هذا والخير موجود تبارك الله موجود الخير تبارك الله شوفوا النعمه ديال سيدي ربي الحواله اللهم بارك شحال دايرين اسيدي هادو الثمن ديالهم كلها الثمن 94 92 94 ياك اكيد 86 86 تماما 94 86 ولكن المليح السردي راه غير الشوفه تبان لكم غير الشوفه شوفوا تبارك الله اللهم بارك النعمة دي سيدي ربي تبارك الله تبارك الله تبارك الله 84 94 سوق انسكن أثمنة صعبة 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 بس صعبة الأثمنة ترى 94 خليها 94 في البوفين 94 فعلا عندك الصح انا ما شتيهاش 94 اللي درويش ما يقدرش يشري تماما عندك الصح شوف الدربون هذا ايه اذا كما كتشوفوا اللهم بارك اذا الحواله هنا 94 95 84 كل حولي اذا الحولي ما كيبقاش هنا ب 40 ما كاينش 6000 درهم ما كاينش الحولي كاين ابتداء 84 95 5000 درهم هي حيت ما قلبناش بزاف يقدر نلقاو هنا الحواله ديال 5000 درهم المليح المليح باش خلصتي مزيان تاخذ المليح حاجه اللي ماشي مليح تلقى بهذيك كما كتشوفوا هذا سوق انسكان تبارك الله الخروف كاين الخروف كاين الحواله النعمه ديال سيدي ربي شحال دايرين اسيدي هادو الثمن ديال هادو فين مولاه تبارك الله تبارك الله اذا ننتظروا الثمن ديالهم شحال غيقول لنا 76 76 اذا هذه الحواله 76 اذا شفتوا الحولي 84 95 هذا 76 اذا كيبان ليا صغير هذا قال لك 72 صغيره 72 اش غدير اخويا الصبر وصايب حتى هما باغيين يربحوا بزاف حيت دابا على حسب الغلاء المعيشه حتى هما زادوا الفلاحين والكسابه زادوا في الثمن اذا 76 ولكن ملي تبقى العيد اسبوع تلقى اكثر يقدر يوصل ربما 90 واللي يكون رخيص على حسب باقي ما عرفناش اذا المهم المليح انتم كتشوفوا الوجه ديالهم تبارك الله حاجه مليحه حاجه مزيانه تبارك الله 76 اذا الناس كتشري هنا الناس كاين اللي كيشري تبارك الله المشكل الماير هو اللي غالي ياه تماما الناس كلشي بغاو الماير تماما وحاولنا شاركنا معكم اثمنه
السردي راه غير الشوفه تبان لكم غير الشوفه شوفوا تباركوا الله وبارك النعمه ديال سيدي ربي تباركوا 84 94 سوقين سكين أثمنة صعبة 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 بس أثمنة ترى 94 خلا 94 في البوفين 94 فعلا عندك الصح لا ما شتيهاش 94 اللي يدروش ما يقدرش يشري تماما ما عندكش ما عندكش ديك 94 عندك الصح شوف الدربون هذا ايه اذا كما كتشوفوا اللهم بارك النعمه ديال سيدي ربي شحال دايرين اسيدي هادو الثمن ديال هادو فين مولاه تبارك الله تبارك الله ننتظروا الثمن ديالهم شحال غيقول لنا 76 76 اذا هذه الحواله 76 اذا شفتوا الحولي 84 95 هذا 76 اذا كيبان ليا صغير هذا قال لك 72 صغيره صغيره 72 اش غدير اخويا الصبر وصايب حتى هما باغيين يربحوا بزاف حيت دابا على حسب الغلاء المعيشه حتى هما زادوا الفلاحين والكسابه زادوا في الثمن اذا 76 ولكن ملي تبقى العيد اسبوع تلقى اكثر يقدر يوصل ربما 90 واللي يكون رخيص على حسب باقي ما عرفناش اذا المهم المليح انتم كتشوفوا الوجه ديالهم تبارك الله حاجه مليحه حاجه مزيانه تبارك الله 76 اذا الناس كتشري هنا الناس كاين اللي كيشري تبارك الله المشكل المويان هو اللي غالي يا تماما الناس كلشي بغاو المويان تماما وحاولنا شاركنا معكم اثمنه